التفسير ما معنى فرقنا من قوله تعالى وإذ فرقنا بكم البحر أي شققنا وفصلنا؟ صح. ما معنى الممترين من قوله تعالى فلا تكونن من الممترين؟ أي الشاكين. زد البيان. ما معنى الممترين؟ الممترين بمعنى الشاكين. فلا تكونن من الممترين الشاكين. ما معنى الممترين؟ الشاكين أي الشاكين. صح. ما معنى ولا يؤوده من قوله تعالى ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم؟ لا يثقله ولا يشق عليه. صح. ما معنى تبوئ من قوله تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال؟ تنزل وتوطي. صح. ما معنى فليبتكن من قوله تعالى فليبتكن آذان الأنعام ولا أمرنهم؟ فليثبتكن. ما معنى فليبتكن؟ فليبتكن آذان الأنعام فرعين. أي فليقطعن أو فليشقن. ما معنى في قرطاس من قوله تعالى ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم؟ مكتوبا في كظم ورق. صح. ما معنى مغارات من قوله تعالى لو يجدون ملجا او مغارات او مدخلا لولوا اليه وهم يجمعون؟ مغارات. نعم. اي مدخلا للجيران ينتحرون اليه. ما معنى مغارات؟ مغارات اي جيران. زين البيان. مغارات فتحة للجيران يدخلون فيها اي جيران في الجبال يتمتعون فيها. تمام. وجدت نصف درجه. ما معنى فسينغضون من قوله تعالى فسينغضون اليك رؤوسهم ويقولون متى هو؟ سينغضون اليك اي يسرفون فسيسرفون. خطا. ما معنى فسينغضون؟ اي يحركون استهزاء. ما معنى هشيما من قوله تعالى فاصبح هشيما تذروه الرياح؟ اي اصبح هشيما بمعنى كيف اصبح فاصبح هشيما اي ما معنى هشيما؟ هشيما بمعنى سبحان الله اي يابسا متفتتا بعد نظارته. ما معنى لفتاه من قوله تعالى واذ قال موسى لفتاه ويشر بنون؟ صح. ما معنى نقب من قوله تعالى فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا؟ ارزاقا. خطا. ما معنى نقب؟ أي خرطا وثقبا لصلابته وفخامته. ما معنى على قدر من قوله تعالى ثم جئت على قدري يا موسى؟ على وفق الوقت. ما معنى على قدر؟ على وفق الوقت. زد البيان. ما معنى على قدر؟ أي على وفق الوقت المقدر لإرسالك. وجدت نصف درجة. ما معنى فيدمغه من قوله تعالى فيدمغه فإذا هو زاهق؟ نعم. يهلك. خطأ. ما معنى فيدمغه؟ يبطله. خطأ.
ما معنى فلدناه؟ أي يمحقه ويدحضه. ما معنى ردأ من قوله تعالى وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردأ؟ صح. ما معنى ولا تبرجن من قوله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى؟ أي لا تخرجن. ما معنى ولا تبرجن؟ لا تخرجن. خطأ. ما معنى ولا تبرجن؟ أي لا تبدين الزينة الواجبة سترها. ما معنى ومن نعمره من قوله تعالى ومن نعمره ننكسه في الخلق؟ ومن نطيل عمره. أي نطيل عمره. صح. ما معنى المفتون من قوله تعالى بأيكم المفتون؟ أي من أي الفريقين منكم المجنون. صح. ما معنى الأبتر من قوله تعالى إن شانك هو الأبتر؟ قاطع الخير. ما معنى الأبتر؟ ما معنى الأبتر؟ ذكور الأثر. صح. السؤال الأخير، ما معنى ربه من قوله تعالى فأنساه الشيطان ذكر ربه؟ الله سبحانه وتعالى. أي سيده ومنعمه. بارك الله فيك.